في إطار تنفيذ جملة من النشاطات والبرامج وتلبية للأهداف المرسومة لتوفير مجموعة من الإعانات والمساعدات للأسر المعوزة في بلدية درج، شرعت الجمعية الليبية العالمية الاجتماعية الشاملة فرع درج بتوزيع مجموعة من المساعدات العينية على النازحين والعائلات المحتاجة. الحملة شملت توزيع 170 سلة غذائية فضلاً عن مواد ومعدات طبية ومستلزمات وقائية يحتاجها المواطنون لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا، كما تم توزيع أدوات مدرسية على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كدعم للجهات الحكومية المتمثلة في المؤسسات التعليمية والجهات الأمنية. وباعتبار نشاطات الجمعية بأنه في هذه الأيام تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة وقد وفرت بعض الإمكانيات للناس الذين يحتاجون المعونة والمساعدة، وأخص بالذكر فئات المطلقات والأرامل والأيتام والذين ظروفهم صعبة ويعانون أو النازحين، ويتم توزيع هذه الإمكانيات من خلال عناصر معروفة وعناصر دائرة كشوفات للناس المحتاجة ولظروفها صعبة. إلى ذلك أقيم معرض خيري للملابس الشتوية تعود إيراداته للأسر المعوزة والمحتاجة والنازحين القاطنين في نطاق البلدية.